أعزائي المشاهدين، النهاردة معانا معلومات عن نادي الجواء. نادي الجواء السعودي هو نادي واحد أندية الدرجة الثالثة بمنطقة القصيم في محافظة رياض الخبراء بالسعودية. تأسس عام 1974. يضم النادي ألعاب كرة القدم وكرة الطائلة وتنس الطاولة الكاراتيه والكاراتيه أيضا. ألوان النادي الأخضر والأبيض. تأسس عام 1974 ميلاديا. الملعب رياض الخبراء بالسعودية. الدوري دوري الدرجة الثالثة السعودي عام 2015-2016. أما عن الإدارة، المالك الهيئة العامة للرياضة ومحمد بن صالح العريني. أشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما إن أنتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في قناتكم المفضلة كورة لوكر وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الأندية العالمية والمحلية وأيضا اللاعبين المصريين والدوليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.